الروس اللي احنا سألناها في أول الحلقة، عملية إجلاء الخبراء الروس، وده أعتقد تم على أيديك عملية اي الإجلاء، طبعا طبعا. كان هناك أرقام مبالغة في أعداد الروس، الأسباب قال ان السادات قال انهم 17,000. نعم، العدد الحقيقي لهم 7,500، وتوزيعهم كالآتي: 1000 مستشار وخبير، و6000 وحدات عسكرية، أفراد عسكريين يعني اللي هم كانوا في 27 وحدة دفاع جوي، تمام كده، والطيارين واللي بتاع، نعم، و 750 عائلات، عائلات مدنيين وأولاد وزوجات، نعم، نعم، وكلام، نعم، من ده كل، نعم، ده دول ال 7500 الذي أنيط بنا أن إيه؟ أن نرحلهم. لكن بقي آخرون في مصر غير هؤلاء؟ بقي عدد قليل، عدد قليل كان فيها عندنا اللي هو سكاد، اللي هو الصواريخ، صواريخ سكاد، نعم، صواريخ سكاد كان موجودة، ومعهم الخبراء بتوعهم اللي بيدربوا الضباط والعساكر بتوعنا، فهم دول اللي بقيوا، أعداد بسيطة يعني. لكن يعني الرئيس السادات أيضا ذكر أن قبل الحرب، قبل أكتوبر بفترة وجيزة، أرسل الروس 4 طائرات شحنة عملاقة حتى تنقل عائلات السوفيت اللي كانوا موجودين في مصر، بناء على طلب سوفيتي وليس طلب مصري. ده انت رجحتنا اليوم 5 اكتوبر، بقى احنا قفزنا دلوقتي بعد كده الى ايه 5 اكتوبر، مش ايه، لا انا اقفز لخمسة اكتوبر ليه؟ لان حضرتك بتقول ان كان باقي مجموعات قليلة، لكن ال4 طائرات من المؤكد انها ستنقل لا عدد كبير. لا، ما انا اقول بضع مئات يعني، لما انت لما اقول لك بضع مئات، فالمئات يعني ما هو هتبص تلاقي لما 4 طيارات يشيلوهم ويشيلوا العائلات بتاعتهم ويشيلوا كل حاجة يعني. لكن النسبة الأكبر خرجت في 72. طبعا طبعا، ده احنا دوك قعدنا نرحل فيهم 15 يوم وخلصنا. لكن شعرتم ان خروجهم أثر عليكم من الناحية العسكرية؟ ما فيش شك عسكريا على قدراتنا العسكرية لما انت، لكن ايه الحسابات البديلة؟ ما هو البديل بعد إخراج الخبراء السوفيت؟ ما فيش بديل غير ان احنا نعمل ليلا ونهارا علشان نعوض الايه، عشان نعوض هذا النقص. والدفاع الجوي بنهاية 72 كان استطاع ان هو ايه يطقم الاسلحة التي ايه تركها الروس، واصبح كلها اطقم مصرية. لكن ليس إنما لديك الطيران، انما الطيران لم يستطع ان هو يعوض ال100 طيار في ال6 اشهر دول. لكن ليس لديك سبب مفهوم حتى الان عن أسباب إجلاء الروس غير ما ذكره الرئيس السادات، غير ما ذكره الرئيس السادات، ودي برضو من الحاجات اللي هي عايزة بحث وعايزة تدقيق، ولا بد أن نصل إلى مثلا العلاقات والأرشيفات السرية في العلاقات بين السادات وبين أمريكا وبين الاتحاد السوفيتي، ودي حاجات غير متاحة لغاية دلوقتي. البعض ذكر أن ربما الرئيس السادات كان يريد أن يتحول إلى الولايات المتحدة باعتبارها هي التي تقف وراء إسرائيل، وبالتالي طرد السوفييت ربما يجعل الولايات المتحدة تعيد حساباتها بالنسبة لعلاقاتها مع مصر التي ربما كانت مقطوعة حتى في ذلك الوقت. لا أستطيع أن أؤيد أو أنفي مثل هذه الأشياء، وأنا شخصيا أستبعد أن تكون هذه الخطوة خطوة ساداتية 100%. هو بيقول لك أنا ما لم أستشر حد، وأنا خدت هذا القرار بنفسي وإلى آخره. وكيسنجر علق على هذا الموضوع، قال لك ان هي يعني الله، طب انتوا كنتوا بتطلبوا ان الخبراء الروس يمشوا، لما الخبراء الروس مشوا طب ما اعملوا حاجه، يقدموا حاجه للسادات. قال لك السياسه ما فيهاش اخلاقيات وما فيهاش يعني، اذا كنت حاجه خدتها بلاش يعني ايه اللي خليني ادفع فيها فلوس يعني. فانما هناك علامات استفهام، ما هي الخطوه يعني، ماذا كان يريد السادات من وراء هذه الخطوه؟ لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي غير أن أنا أقول لك ما سمعناه من السادات في هذا الوقت. نعود إلى